ومشاهدينا معنا من العاصمة السعودية الرياض السيد عطلة نور مدير قناة أرفيجن العربية. سيد عطلة مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا بالرغم من كل الانتهاكات التي تحصل بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار، لم نشهد تحرك من المجتمع الدولي بشكل فعلي وجاد على الأرض لإنهاء هذا الاضطهاد وإنقاذ حياة المئات من المسلمين. مساء النور. صحيح، نحن متأسفون جدا لعدم تحرك المجتمع الدولي على قدر المأساة حقيقة. حتى ردود الأفعال التي تصدر من بعض الدول هي ردود باردة جدا. يعني دول العالم عاجزة، لا أعلم هل هي دول العالم عاجزة عن إيقاف سلطات ميانمار عن هذه الممارسات منذ أكثر من 70 عام، وليس يعني وليدة اللحظة أو السنين المتأخرة. في هذه الفترة في 70 عام هناك شهداء كثيرين يربوا عن مئات الآلاف، وأيضا هجروا أكثر من 2.5 مليون إلى خارج أراكان، هم يعيشون في أكثر من 30 دولة في العالم. المجتمع الدولي للأسف الشديد بعض الدول الإسلامية أيضا دخلت في هذا السياق تبني علاقاتها لمصالحها الذاتية، وهذا مؤسف جدا، خاصة أننا بشر وأن أهلنا هناك في أراكان يقتلون ويذبحون على مرأى ومسمع من العالم. طيب الآن وبعد أن وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الانتهاك الأخير بالأدلة ومن قبله أيضا، والجديد وهو حرق الجيش لمنازل الروهينجا عمدا، ما المتوقع الآن؟ هل يمكن مثلا أن نشهد تحرك فعلي من المجتمع الدولي، أم سيظل سيد عطلة المجتمع الدولي عاجز كما ذكرت حضرتك؟ سيدتي، الأمم المتحدة وصفت أقلية الروهينجا قبل سنوات بأنها أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وليست هذه المرة هي المرة الأولى التي توثق الأمم المتحدة ومنظماتها المجازر التي ترتكب هناك. سابقا هيومن رايتس ووتش وثقت عبر أقمارها الصناعية حرق مئات القرى، وأيضا اكتشفت العديد من المقابر، لكن لم تتخذ حتى الآن أي قرار إلزامي لحكومة بورما تلزمها بإنهاء هذه المذابح ضد الأقلية المظلومة المضطهدة، مما يعني أن هناك خلل في مجلس الأمن. وجود حق الفيتو في يد عدد من الدول، دول حليفة لبورما، هي التي تمنع صدور قرار إلزامي تلزم حكومة بورما بالتوقف عن هذا الشيء، أو حتى إرسال قوات أمن حفظ السلام إلى هناك. يوم الأربعاء الماضي بريطانيا طلبت جلسة يعني طارئة وعقدت الجلسة. دولة الصين الشعبية استخدمت حق الفيتو وقالت أن هذه المأساة مناقشتها ليست هنا في مجلس الأمن، إنما يتم مناقشتها في جمعية حقوق الإنسان في جنيف. جمعية حقوق الإنسان ناقشت القضية أكثر من 16 مرة وأصدرت مجموعة قرارات. قرارات جمعية حقوق الإنسان من جنيف أو مجلس حقوق الإنسان غير إلزامية على الدول، مما يعني أن هذه القرارات تأتي يعني أو تذهب مهب الرياح. نعم سيد عطلة، هل لديكم من خلال متابعتكم واختصاصكم أي أرقام عن عدد الضحايا خلال الأيام الأخيرة، الهاربين اللاجئين؟ نعم صحيح، لدينا أرقام من خلال تواصلنا اللحظي والوقتي على مدار 24 ساعة مع أهلنا هناك، حيث فتحنا خطوط ساخنة مع أهلنا الذين يوثقون المشاهد كشهود عيان ويرسلوها لنا ويرسلون إحصائيات. هناك أكثر من 25 قرية أحرقت بالكامل، وتعداد السكان في كل قرية ما بين 1000 إلى 1500 شخص، مما يعني أن القتلى تجاوزوا أو الشهداء تجاوزوا أكثر من 10,000، المهجرين تجاوزوا 80,000 مهجر، الموجودين على الحدود ما بين بورما وبنغلاديش في المنطقة الدولية أو المنطقة المحرمة أكثر من 38,000 ينتظرون دخول بنغلاديش. هم هؤلاء الآن معرضون للعصابات، معرضون للجوع، المرض، القتل. حتى منظمات صليب الأحمر الدولي، منظمات الإغاثية لم تصل إليهم، رغم أن الوصول إلى هذه المناطق متاحة لهذه المنظمات. شكرا جزيلا لك، حدثنا من العاصمة السعودية الرياض السيد عطلة نور مدير قناة أرفيجن العربية.